حيرتينا يا بنتي، منين غضبانه من جوزك ومنين عايزه ترجعي له؟ وبعدين انت رميه ولا مالكيش اهل؟ ما ترخصيش روحك يا كهان، لازم يعرف ان زعلك مش بالسهل. انا ظلمته وكبرت الموضوع. يبقى كل عقلك بكلمتين. انت لا قلت لنا زعلانه ليه ولا قلت لنا ظلمتيك كيف. عموما انت مش صغيره وعارفه مصلحتك زين، لا انا ولا امك هنوقف في وشك، احنا بس عايزين نعززك، انت قيمتك غاليه. هو ده كلام العقل؟ عايزه ترجعي بيتك ارجعي، بس تبقى كرامتك متصانة. سامع عمك بتقول لك ايه؟ هستسمحك يا حجه، سيبينا لوحدنا شوي، هنتكلموا كلمتين. حاضر يا حبيبي. تسلم. اسمعي كلام اخوكي، هو عايز مصلحتك. عارف انا خليتك تتجوزي ادم ليه؟ نفسي اعرف. عشان انت عناديه. ايوه، دماغك متركبة بالشقلوب، فاكرة اني بحاربك، ومفسر خوفي عليك انه طامع وانانية. انت اختي يا هبلة، شرفي وتاجي اللي بتفشخر بيه، ولو كنت قلت لك ان ادم عاوز يتجوزك عشان مصلحته بس، كانت عداوتك ليه هتزيد، كنت هتكفري بالدم اللي بيننا. قلت عليه كل ده، الله الغني، سبتك تتجوزيه. يمكن الغمامة اللي على عينيك تنكشف لما تعرف الحقيقة، ساعتها هتتأكد إن مفيش حد في الدنيا يحبك قد أخوكي. عارفة إنك بتحبني وعمري ما شكفتي، ومهما حصل إحنا أخوات يا هاشم، ومفيش حاجة هتغير اللي بيننا، بس هيفضل خلافي معك واحد، هو آدم. أنت ظالم وفهمه غلط. أدم نفسه عزيزي، عمره ما فكر في مالي، بيحبني. أدم مش عايز حاجة في الدنيا دي غيري. ما أنا عارف إنه بيحبك وغرقان لشوشته، بس ده كان زمان. أدم دلوقتي بيحب بعقله، واستغل حبك ليه لأجل ما يوصل لمراده. إيه مراده اللي عايز يوصل له؟ أنا الأوان أقول لك، آدم وقف معاك في القضية وبعدها اتجوزك عشان يحط يده على أرض المزرعة. ليه؟ عشان الأرض دي تحتها كنز كبير، وهو عارف بطريقة ما، وخلف علمك آدم هو السبب إن أخوه يموت بعد ما ورطوا مع ناس ايدهم تقيلة، وكل ده عشان يحط ايده على الارض ويوصل للكنز. استغلك وانا ما قدرتش اتكلم، حاولت افهمك، ولا عمرك كنت هتصدقيني. كنت اعمل ايه؟ حاولت احافظ على المزرعه بطريقتي، عشان لو كنت سبتها لك كان هيقنعك وياخدها منك. مش مصدقاني؟ طب يبقى روحي ساليه، وبعدها لينا كلام تاني. كان أنا مش جاي أسمع، أنا جاي أسألك سؤال. تتجوزتني عشان المزرعة؟ اللي قال لك الكلام ده؟ جاوبني على السؤال يا آدم، الأرض تحتها منجم ولا لأ؟ رد يا آدم. أيوه، بس الموضوع مش زي ما أنت فاهمة. دلوقتي عرفت اللي خليت هاشم وافق على جوازنا، كذبت علي ووقفت معايا في القضية عشان مصلحتك. أنا وقفت معاك في القضية عشان بحبك،
واتجوزتك عشان ده اللي حلمنا بيه انا وانتي، واللي بيني وبين هاشم ملوش دعوه بيك. برضه مصيري تكذب عليا. هاشم عرفني على كل حاجه، والارض اللي كنت عايز تحط يدك عليها بعد جوازنا انا اتنزلت عنها لهاشم. ارضي كنت حره فيها، كان اعملي فيها ما بدالك، بس انا مش بكذب عليك، ما تظلمينيش. انت اللي ظلمتني معك يا ادم، وانا جيت على نفسي كتير علشانك. زي ما انت قلت انا حر، انا حر، طلقني. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.